طفلك لا يستطيع الوقوف معتمدا على نفسه؟ الحل في الفيديو ده، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمهات وآباء أطفالنا في كل مكان. معكم دكتور عبد الله عابدين، بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ومعيد بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. السيناريو ده بنسمعه كتير جدا لحالات بتبعت لنا في البرنامج المنزلي المجاني أو حتى الحالات اللي بتجينا في المركز، والسيناريو هو: يا دكتور، طفلي بيستطيع الوقوف لو أنا اللي وقفته، ولكن لو قعدته وقلت له يحاول يقوم يقف مش بيعرف يقوم يقف، هي المشكلة فين؟ أولاً، هناك اختلاف جذري وكلي بين فكرة أنك توقف طفلك وهو يثبت في وضعية الوقوف أو أنك تخليه قاعد ويحاول يقوم يقف. الوضعية الأولانية هي وضعية stationary standing أو وضعية ثبات، إنما الثانية هي dynamic standing أو وضعية حركة. وطبعاً زي ما حضرتكم عارفين أن أي وضعية حركة بتحتاج نوع من الاتزان عالي جداً علشان نقدر نتمكن من أننا نغير وضعنا من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف، واللي تعتبر الاتزان فيها أصعب بكتير من الجلوس. دي نقطة. النقطة الثانية أن بعض الأطفال بتكون عندهم مشكلة اسمها عدم الفصل العضلي أو عدم وجود حركة الديسوسيشن، واللي إن شاء الله هتكون عنها الحلقة القادمة. طيب، الحل إيه في وضعية الوقوف بثبات؟ دي تعتبر وضعية سهلة، كنا عملنا سلسلة تمرينات الوقوف للأطفال، هتلاقوا في حرف الآي اللي هيظهر فوق دلوقتي، فده ممكن يتعمل بسهولة. إنما الديناميك ستاندينج أو وضعية الوقوف من وضع الجلوس، فدي بتحتاج مجموعة من العوامل، مش مجرد إن أدربه على إنه يقعد ويقف يقعد ويقف، لأ، بتحتاج مجموعة من العوامل الكبيرة جدا، بتحتاج برنامج علاج طبيعي متكامل يستهدف كل النقط دي ويوصله بإذن الله للوقوف والمشي. واحنا عندنا بفضل الله في المركز نماذج كتيرة وصلت للوقوف والمشي في سلسلة قصص نجاح مركز الصف للعلاج الطبيعي للأطفال، هتلاقوها في حرف الآي اللي هيظهر فوق دلوقتي، ممكن تطلعوا عليها وتشوفوا إزاي بفضل الله بنحقق شعارنا effort and love. الطفل بيقدر يبذل مجهود وهو بيضحك ومبسوط وبيحقق التارجت المطلوب ويوصل بإذن الله للوقوف والمشي في النهاية. طبعا واحد هيقول لي دلوقتي حضرتك عامل الحلقة دي عشان تعمل دعاية للمركز، انا واحد ظروفي ما تسمحش ان انا اعمل علاج طبيعي لطفلي في مركز، ايه الحل؟ الحل بإذن الله موجود، وهو انك تضم البرنامج المنزلي المجاني. برنامج المنزلي المجاني كنا شرحناه في حلقة سابقة ازاي تنضم وتحصل على برنامج منزلي مجاني للعلاج الطبيعي بسرعة، هتلاقوها في حرف الآي اللي هيظهر فوق دلوقتي. وكل المطلوب من حضرتك ان حضرتك ترسل حالة طفلك في رسالة لصفحة المركز على الفيسبوك، وتنضم لجروب عالج طفلك بالمنزل على الفيسبوك، واحنا ان شاء الله بنشوف كل الرسائل وبنجاوب عليها بالبرنامج المناسب. طبعا ما ننساش مشاركة الفيديو عشان تعم الفائدة، اشترك بالقناة ونفعل زر الجرس عشان تعم الفائدة. شكرا لكم ودمتم في حفظ الله.